ومن أهم الموانع التي يمنع بسببها إجابة الدعاء أن تتعجل أو تستعجل إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائك. الله سبحانه وتعالى يعطيك ما هو الأنسب لك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. إن بعض الناس ربما ينصرف عن الدعاء ويقول مثل هذا الكلام: دعوت فلم يستجب لي، دعوت مرارا وتكرارا فلم يستجب لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهه: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وبعض الناس يقول: لماذا تتأخر استجابة الدعاء في بعض الأوقات رغم أنني أتحرى أوقات استجابة الدعاء وأتأدب بآدابه ولا أرى مانعا من موانع الإجابة فيما أظن، فلماذا لا يستجاب لي؟ نقول: ربما تدعو الله سبحانه وتعالى بشيء ويكون فيه شر لك، أو يكون اختيار الله عز وجل لك في العاجل والآجل أولى من اختيارك لنفسك. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني مهما كان قدراتك فأنت هناك الكثير من الأمور تخفى عنك، لأنك لم تحط علما بكل الأشياء. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلذلك الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك حينما تتأخر استجابة دعائك تذكر هذه الآية: أن الله يعلم وأنت لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك أقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته يستجيب له مباشرة، وإما أن يدخر له ثوابها إلى يوم القيامة، وإما أن يرفع عنه من السوء مثلها. يعني كان هناك شر سيصيبه ورفع الله عز وجل عنه هذا الشر أو هذا الابتلاء بسبب هذه الدعوات التي دعا الله عز وجل بها. ولنا في أنبياء الله سبحانه وتعالى القدوة والمثل، مثل سيدنا أيوب عليه السلام، وسيدنا يونس، وسيدنا زكريا، وسيدنا يعقوب، وسيدنا يوسف. ازدعوا الله سبحانه وتعالى سنوات طوال ولم يستجب الله سبحانه وتعالى لهم في الحال، ولكن استجاب الله سبحانه وتعالى لهم في الوقت الذي اختاره الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه الماتع صيد الخاطر: إياك 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 أن تستطيل ثمن البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء، متعبد بالصبر والدعاء، ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء. يعني بقول لك أنت في جميع الأحوال في عبادة لله سبحانه وتعالى في صبرك وفي دعائك. إياك إياك أن تستطيل زمن البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء. واعلم أن الدعاء يغير القدر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة.